في تنظيم المهرجان؟ والله انا فرحانه بانه في مستوى وكلاس وهادي ورزين، وكان في علامات عالميه. بحيي ماجده واصف. طبعا ماجده كانت في باريس فهي عارفه اصول المهرجانات، وارتفعت خطوه صغيره لقدام، ده من اول سنه، فبرافو. مدينة، انت دايما من الفنانات اللي بتسيبي بصمه في تألقك في اي مهرجان. كلميني اول حاجه عن الدرس وايه السر ورا ده. بصي انا لاني ما بحسش المهرجان ده ان هو مجرد يعني مناسبه اجتماعيه او فنيه، ده واجب وطني انك تنجحي مهرجان دولي عالمي يقام في مصر، رغم حزني لاني جيت من بيروت من بعد جنازه محمود عبد العزيز، لكن كان لابد اني احضر وحطيت العلامه دي. جيبوها. علامة حزن وإن هو في القلب وهيفضل في القلب، عزيز وغالي الله يرحمه محمود عبد العزيز. فنان الراحل محمود عبد العزيز والساحر يعني لك إيه؟ أنا عملت معاه مسلسل اسمه محمود المصري. ممثل من فئة الغيلان اللي تقفي قدامه فأولا يتقمص الشخصية لدرجة إنه عمرك ما تشوفي محمود عبد العزيز شبه محمود الثاني. خسارة كبيرة بس دي حال الدنيا، البقاء لله.